فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: أنا إمام مسجد وأصلي في رمضان بالجماعة صلاة التراويح، فهل لي بعد ذلك أن أوتر في المنزل كل ليلة أم أكتفي بما فعلت في مسجدي؟ تكتفي بوتر واحد، ما تكرر الوتر في الليلة، قال صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: هل يجوز ولا مانع أنك إذا أوترت أنك تصلي بعد الوتر؟ ما في مانع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر ثم يصلي بعد الوتر. نعم.